تهديدات عده طب تهديدات سبحان الله طب من الناس شغال فكان اولها عبر اتصال هاتفي على الجبهه الاحمر الفلسطيني حيث تلقيت اتصال من الجيش الاسرائيلي طلب اخلاء جميع المرضى والعاملين في المستشفى والقاطنين في المستشفى الى جنوب مدينه غزه وذكر ان هذه المنطقه سوف تكون منطقه عسكريه وسيكون هناك اشتباكات والمكان خطر ويجب عليكم اخلاء هذا المكان بسرعه. عدد النازحين يقدر ما بين 12,000 الى 14,000 نسمه هو متغير كل يوم بالاضافه الى الاقسام والمرضى وقسم العنايه المركزه حيث تقريبا يوجد لدينا 60 مريض الان في المستشفى بالاضافه الى اكثر من 100 مصاب هم خارج الاقسام المبيد ولكن هم موجودون ويتلقون الخدمه في قسم الطوارئ. يوم السبت من اول ما صارت الاحداث واحنا هنا وجالنا بيجي حوالي 6 تهديدات للمستشفى قلنا لهم يا عم بنطلع نطلع هذول مناطق امنه بنطلع من المستشفى فيش منطقه امنه في عندهم لا في جنوب ولا في غزه. هي الواحد طاقه يا اسطى نخدمنا لفين؟